المستشفى وشفت الليل كله بممرضينها بعمالها هيبقوا عندي النهارده بما فيهم انت. انا معلش يا دكتور، هو عصبي شويه بس ده من ضغط الشغل. المهم حضرتك ما تاخرش النهارده على التحقيق. التحقيق؟ انا هفهمك على كل حاجه يا ست عفيف. بقى انا يعني مورود ورطه ما يعلم بها الا ربنا، والورطه دي ما حدش هيفكني منها غير خليفه. مش معنى انه بيعمل كده يعني انه هيفسد توبته، بالعكس ده بيعمل خير. توبه ايه يا اخويا اللي انت بتتكلم عنها؟ اياكش يكون مفهمك ان انا حايشة عنه العدة عشان خاطر يتوب. الله، امال ايه؟ اخ منك اخ، مفيش فايدة فيك، هتفضل طول عمرك كده، هتعيش ملاوة وتموت ملاوة. الله، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العبارة؟ انا يا اخويا هفهمكم وهخليكم شهداء عليه. الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز سفر وتأشيرة السعودية عشان ازور بيها بيت ربنا. يا وليه انت فاكره ان العمره دي تاشيره وجواز وخلاص؟ دي عايزه فلوس ياما، مش اقل من 10 15000 جنيه، ولا عاوزين اضرب لك ريالات كمان؟ هو احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما انا قلت لك انا محوشه 5000 جنيه ومش عايزه منك غير 5 زيهم. يا راجل يا راجل يا مفتري، زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطب يشويك في نار جهنم. بس ثانيه واحده ثانيه واحده، يعني انت دلوقتي مش عايزه تفرجي عن العده غير لما خليفه يضرب لك الباسبور ويضرب لك تاشيره عمره، صح؟ امال ازور بيت ربنا ازاي؟ وبيني وبينك يا اخويا ده انا ليا ورق في الحكومه فيه يجي 30 سابقه. 30 سابقه؟ يا سلام، ادي الناس اللي بتعمل تاريخ. 30 قضيه مش انت؟ تشهود الحقيقه هانم. طب يعني حل المسألة دي 5000 جنيه صح؟ وجواز سفر عليه تأشيرة السعودية. ماشي، إذا كان على 5000 جنيه أنا بكرة الصبح يكونوا عندك ال 5000 جنيه. أنا مش هدفع حاجة. يا عم دي لو راحت السعودية هتفضحنا وتتقفش. يا ست روحي السيدة نفيسة، السيدة زينب، سيدنا الحسين، روحي مداني الحجاز لف لفتين، تمشي. يا راجل يا جاهل يا أمي، ده كل ده بدعة. وتقول لك بدعة، بعدين انت مش هتدفع حاجة، انت مش هتدفع أي حاجة. وانت بقى وانت عشان خاطري، يعني عشان خاطري تفرجينا عن العدة بقى عشان الدنيا تمشي. خلاص، إذا كنت انت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقة، استبينا. بالإذن بقى أنا. اتفضلي. بقول لك يا درويش، أوعى تكون بتضحك على الولية دي لبش. ال 30 سابقة اللي عندها نصهم حيازة سلاح والنص التاني عاهة مستديمة. انت بتخوفني يعني ولا ايه؟ براها يا ماهر، في ايه؟ الفلوس هتبقى عنها، هتبقى بكرة الصبح موجودة. يا جدع، انت هتلعب أمي ليه على الناس؟ تقول لي 30 سنة وعاهة مستديمة. ناقص أنا عاهة مستديمة. الصبح الفلوس تبقى موجودة يا ماهر. خلاص معلش. الو، ايوه انا شهاب. عم درويش وحشنا قوي والله، والله البحر عايزين من غيرك. بطل ام الهاتش ده بقى، بطل الهاتش ده وخليك معايا في المشوار المهم اللي هقول لك عليه. رقبتي. انت تطلع على السايبر، تخش جوه المكتب بتاعي، درج اليمين تفتحه في نسخه من مفاتيح البيت، تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول، تفتح تخش اوضه النوم عندي، دولاب الهدوم الضرفه اليمين تفتحها، تحت الغسيل في فلوس. بقولك ايه؟ 15000 جنيه، 15000 جنيه، تاخدهم وتنزل بيهم على البوصة تعمل حوالة بريدية، باسم السيد خليفة منصور أبو دنيا. لا مش الصبح، بلاش المراوح اللي على قلب أهلك دي. ماشي. البوصة فاتحة لغاية الساعة 9 بالليل، خلص مشوارك واديني التمام. تمام عم درويش. سلام أخويا. سلام. سلام منصور أبو دنيا. الله، ايه لزوم ال 15 واحنا كل اللي محتاجينه 5؟ يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو الاخر ولا ايه؟ صح. بقول لك يا خليفه، بكره الصبح ان شاء الله هيجوا ال 15000 جنيه، تدي الست الطاهره دي 5000 وال 10000 التانيين ترجعهم لي، ماشي؟ سلام من غير ما يتضربوا. ماشي خليفة؟ حض الله. عمر مقبول إن شاء الله.
شهاب انا بريء. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ معلش يا دكتور. انت فتحت في ايه وهتقفل في ايه؟ فتحت في دقيقتين وهقفل في 3 دقايق. مش قصدي، قصدي مستعجل ليه؟ مستعجل عشان الظروف يا دكتور، ما انت عارف الظروف يا دكتور اللي احنا بنمر بيها اليومين دول. معلش بقى يا دكتور، استاذن انا بقى. استنى بس، عمي درويش فين دلوقتي؟ عمي درويش فين دلوقتي؟ هو انا اعرف هو كان فين من شويه؟ ده حاجه في علم الغيبه يا دكتور، ده وحشنا قوي، ما انت عارف الظروف اللي بنمر بيها، ادعي له يا دكتور بقى. استنى، اللاب بتاعي فين دلوقتي؟ الحته تدعي يا دكتور. اللاب بتاعي فين؟ اللاب بتاعك، اللاب بتاعك معرفش، ادعي له بقى يا دكتور. ادعي لللاب بتاعي؟ لا اللاب بتاعي ادعي لك ان انت تاخده يعني ان شاء الله قريب، بس معلش يا دكتور عشان الظروف بقى اليومين دول يعني شويه كده. طب انا عايز اللاب بتاعي دلوقتي حالا. هو مش كل حاجه دلوقتي، معلش يا دكتور سامحني انا بحبك. يا ابن الكلب! كريم باشا، انت متاكد يا وائل انكم استدعيتوا كل اللي كانوا في شيفت الليل النهارده؟ احنا استدعينا 99% منهم يا فندم. نعم يا اخويا. اصل في دكتور اسمه خالد ابو عنيم موبايلاته مقفوله، ولما رحنا له البيت لقينا مراته ما تعرفش حاجه عنه. فانت مستنيه بقى يروح وياكل وياخد دش ويريح شويه، ولما يفكر يصحى يبقى يجي يشرب معانا القهوه هنا، صح؟ انت مستنيني اقول لك تجيبه ازاي؟ احنا هنجيبه يا فندم اكيد يعني. هتجيبه، اتفضل هاته، اتفضل قبل ما اخلص تحقيق مع اللي فوق يكون عندي. يعني مش هتبات برضو حبيبتي؟ احنا مش قلنا بلاش كلام في الحاجات الصغيره دي؟ موضوع ان انا بات معاكي ده هيعمل لي مشاكل في البيت التاني انت عارفاه، وبصراحه احنا مش عايزين مشاكل وجع دماغ. وكمان يا حبيبتي ما احنا قلنا هنقضي اسبوع بحاله مع بعض في باريس، مش مكفيكي اسبوع بحاله؟ ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلاوه، كل ده عشان انا طيبه. ايه ده؟ انت طالبه اوردر من السوبر ماركت؟ لا ده تلاقي البواب جايب لك مفتاح العربيه. لا ما تقلقش يا عم درويش، والنعمة العظيمة فلتت من أمه. الأمانة هتلاقيها وصلت في السكة. باخد منك عمالتي بقى أول ما أشوفك. معلش يا عم درويش، سؤال كده واقف لي على أول الشارع. طب السما مسحوق إيه؟ لا أصل غيارات يعني ولا إعلانات التلفزيون. عم درويش أنا خدت غيارين كده عداهم على ماشي. ماشي يا عم درويش. حبيبي، سلام. السلام عليكم. ايه عم درويش؟ عم درويش اهو، عم درويش ده حبيبه ام مصحف. بص يا معملنا مجامرات كان لسه بيكلمني اهو، بص كاتبين ايه؟ المتهم في محاولة اغتيال وزيرة الصحة، عضو في خلية اغتيال السادات. ما درويش يا ده للسادات. اتفضل يا دكتور، وانت حلو كده. ايه ربنا يستر. انت قدها وقدوت، ثم انت بتنكر. نكر بالك انت يعني؟ حته الموكيت اللي انا حطيتها فوق راسي دي بتعتبرها متنكر؟ طب والله العظيم عامله فرق. مش كده؟ استنى انا. اتكل على الله يا دكتور، ما تقلقش. ما لقش ازاي بس؟ وانا رايح برجليا للست اللي متهمني بقتلها. ويا عالم، يا عالم هعرف اوصل لها ولا لا؟ ولو وصلت لها هتسمعني ولا لا؟ ولو سمعتني هتصدقني ولا لا؟ كله قلق في قلق في قلق. يا رب استرها يا رب. استنى عندك،